للحديث أكثر عن استمرار أزمة الرواتب وخروج الموظفين في مظاهرات للمطالبة بمستحقاتهم لعدم ثقتهم في السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة، ينضم إلينا عبر الهاتف من عمان الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود. دكتور خضير، موظفو وزارة الكهرباء يعتصمون أمام مجلس الوزراء ببغداد احتجاجا على عدم صرف رواتبهم، ألم تعلن الحكومة أنها بصدد حل أزمة الرواتب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. لم يعد خافيا على أحد بأن العراق يمر بأزمة اقتصادية وسياسية واجتماعية كبيرة، ويكاد العراق في عصره الحديث لم يمر بها منذ تأسيس الحكومة العراقية في عام 1921 ولحد الآن. الفترة التي تلت الاحتلال واستحواذ الجارة إيران من خلال ذيولها الذين يمثلون الأحزاب والتكتلات السياسية التي لن تعي حقيقة أن الدولة هي التي ينبغي لها أن تقوم على أسس فكرية قادرة على أن تحقق المساواة والعدالة. فقد أهدرت نتيجة سوء الإدارة وسوء ما يمارس من فساد عارم في كل مفاصل الحكومة العراقية أن تبدأ بوادر عدم إمكانية دفع الرواتب للعاملين في أجهزة الدولة المختلفة من جهة، وتفاقم البطالة والعوز والحاجة التي أثقلت كاهل العوائل العراقية المختلفة، بحيث أن البعض بدأ يأكل من الحاويات ولا يستطيع أن يسد رمقه. دكتور خضير، وزير المالية في حكومة الكاظمي يقول إنهم استلموا خزينة الدولة فارغة وأنهم لا يستطيعون تسديد رواتب الموظفين. ما هي حقيقة مثل هذه التصريحات، ومن ثم أين ذهبت أموال العراق؟ حقيقة حالة استلموا الخزينة فارغة هذه حقيقة قائمة، لأن الحكومات التي تعاقبت على حكم العراق منذ 2003 وإلى أن استلم السيد الكاظمي هذه الحكومة كانت تهدر الأموال، بحيث أستطيع الآن أن أعطيك رقما واضحا لطبيعة الأموال المهدورة بسبب الفساد. العراق منذ 1921 إلى 2003 لم تحقق موازناته إلا 250 مليار دولار طيلة هذه الفترة، ولكن بعد 2003 إلى 2019 لقد تحققت الواردات بسبب ارتفاع أسعار النفط إلى تريليون و200 مليار دولار طيلة هذه الفترة. بالفترة السابقة كان العراق بلدا آمنا مستقرا متطورا ناميا بشكل متوازن، وتقوده قيادات سياسية مختلفة لم يتجرأ أي منها على سرقة أموال الشعب والتلاعب بمقدراته. لكسب الوقت دعنا نذهب الآن إلى سؤال آخر. لكسب الوقت أعتذر منك دكتور خضير، يعني الخريجون من جهتهم يواصلون اعتصاماتهم في بغداد كما تعلم، احتجاجا على عدم حصولهم على التعيينات في ظل تصريح وزير المالية استلمنا خزينة الدولة فارغة. هل يمكن بحسب اعتقادكم أن توفر حكومة الكاظمي درجات لتعيين الخريجين؟ حتى وإن وفرت درجات لهؤلاء الخريجين فإن إمكانية تغطية رواتبهم
لا يمكن تحقيقها بسهولة، لأن الخزينة فارغة وأسعار النفط بدأت بالانخفاض والصناعة متردية والزراعة متهالكة والقوى الشريرة لا زالت ماسكة بزمام الأمور. لذلك لا يستطيع السيد الكاظمي وأي كان من أن يحقق أي مستوى معين من مستويات تحقيق إمكانية دفع رواتب هؤلاء. والأشهر القادمة ستكون أكثر إجحافا وإضرارا بالمجتمع العراقي برمته. نتيجة لهذا الكلام الذي تفضلت به دكتور خضير، يعني يقودني إلى سؤال جديد، هل تعتقد أن الكاظمي حين أعلن عن برنامجه، هل تعتقد أنه كان يجهل حقيقة الوضع المالي للعراق، أم أنه أطلق وعودا يعرف أنه لن يحققها؟ الحقيقة السيد الكاظمي كان على رأس جهاز المخابرات، فيفترض أنه يعلم بشكل واضح طبيعة الوضع الاقتصادي في البلد. أما أنه لا يعرف فهذه الطامة الكبرى، لذلك عليه أن يقوم بإجراءات حاسمة وحازمة على إعادة الأموال التي هدرها هؤلاء الفاسدين طيلة هذه الفترة لتغطية حاجة الخريجين، وبالتالي يستطيع أن يحقق وعوده. أما البقاء على هذا المستوى دون أن يحاسب الفاسدين تحت شعار من أين لك هذا، والكل يعلم أن هؤلاء كانوا حفاة عراة لم يمتلكوا حتى دينارا واحدا، والآن أصبحوا من الذوات التي تمتلك الأموال الطائلة، وأصبحوا كلهم رجال أعمال يقودون الاقتصاد حتى في خارج العراق. نعم. في سؤالي الأخير. في سؤالي الأخير إليك دكتور خضير، يعني في ظل هذه الوعود التي لا يمكن أن تتحقق كما يقول مراقبون، ومع انخفاض أسعار النفط وأزمة كورونا، كيف ترى انعكاسات سياسات الحكومة على الحياة المعيشية الحالية للمواطن العراقي؟ سيصل العراقيون حتما إلى مرحلة عدم إمكانية إشباع حاجاتهم الضرورية، وبالتالي سيتحقق الموقف الحاسم من خلال ثورة الشعب العارمة التي ابتدأت في أكتوبر 2019، ويحققون القضاء على هذه الكتل الفاسدة التي تهالكت واستأثرت في هدر الثروات الكبيرة بأموال العراق. والعراق كما هو معلوم بلد غني يمتلك من القدر الاقتصادية والبشرية ما يغطي شعبه ويحقق له الرفاه والتنمية المستدامة. شكرا جزيلا. لكن في ظل هذا الفساد لا يمكن أن يتحقق ذلك إلا بإزاحة هذه الرؤوس الفاسدة. من عمان كنت معنا الأكاديمي والخبير الاقتصادي الأستاذ الدكتور خضير كاظم حمود، شكرا جزيلا لك.